اما هلا فرح اللي حنروح لمحطتنا الاجتماعيه، كثير مننا ممكن يمر بوسط المحيط تبعه سواء الاسري او الاجتماعي او حتى بالعمل ويتلقى بعض الكلمات، وهي الكلمات يكون لها اثر سلبي كثير وتولد حاله من الطاقه السلبيه عند الشخص، فاذا سكت عن الموضوع اعتبروه انه هو قام بالعفو، واذا ما سكت وحاول انه هو ينتقم فهذا الشيء لوحده رح يولد عنده طاقه سلبيه. واساسا سلمى في ناس حوالينا ممكن نشعر فيهم هن عندهم هي الطاقه السلبيه، صحيح. عندهم يمكن اوقات رغبه انه يكسروا من معنويات الشخص الاخر، البعض منهم يمكن كمان ما بيحس بمدى الالم والوجع اللي ممكن يتركه بنفسيه الشخص الاخر. هون دورنا نحن كيف بنقدر نتجاوز هي العقبات يلي بنسميها عقبات نفسيه، احيانا هي مستحيل نقدر نخليها تاثر على حياتنا على عملنا وعلى نجاحنا وطموحاتنا، كيف بنقدر نتجاوزها ونتصرف بطريقه صح مع هدول الاشخاص اللي ممكن نسميهم اشخاص محبطين؟ هذا الحديث رح نحكي عنه بالتفصيل مع الدكتوره شفاء صوان. صباح الخير دكتوره. يسعد صباحكم، يا صباح الورد والخير والايجابيه والناس الرايقه. صباح الخير، يسعد صباحك دكتوره شفاء. خلينا نبلش ونتعرف من حضرتك، يعني مفهوم التجاوز او معنى التجاوز انه الشخص يتجاوز الاساءه او يتجاوز موقف سلبي مر فيه او العديد من خليني اقول الكلمات اللي ممكن هي تكون محبطة مثل ما قالت فرح، شو هو معنى التجاوز بالبداية؟ التجاوز اني انا اطلع من اي تجربة لو كانت سيئة او قاسية بافضل طريقة ممكنة، اتعلم واترك وتجاوزها، اتجاوزها لمكان افضل، لتفكير افضل، لطريقة تعامل افضل فيما بعد اذا مر علي هذا الموقف نفسه ذاته، كيف اتعامل؟ يمكن انا ما اتصرف بوعي بلحظتها بس بالموقف ثاني حاتصرف بوعي اكثر مع شخص ثاني، حكون عم بنمو تطور بعدها. هي هي التجاهل. اما الانسان اللي بيضل بنفس الموقف حيجذب كمان مواقف بتشبه هذا الموقف اللي هو وقع فيه، وحيزيد الالم وحيزيد المعاناه وحيزيد قصص كثير بحياته والافكار السلبيه هو بغنى عنها، بينما التجاوز اللي هو خلص هي مرحله وبتمرق بيتعلم منها وبيتجاوزها للافضل. هلا دكتوره اذا نرجع شوي للسؤال، ليش في اشخاص هنا فعلا فينا نسميهم اشخاص محبطين، يمكن بيتعمدوا الاساءه، بيتعملوا انتقادات السيئه خاصه لما بيشوفوا بعض الاحيان شخص ناجح او شخص محبوب من خلال من قبل الوسط المحيط، فهم بيتعمدوا الاساءه وبيكون في وقع واثر سيء ما فينا ننكره. هلا هو هدول الناس بيكون عندهم مشاكل وامراض نفسيه داخلهم، هي يمكن بالصغر اجت او ممكن بالحياه، ممكن عن طريق اي شيء. النظره اللي لازم ننظرها لهم نظره اشفاق مو نظره كره او ازدراء، لانه هن كمان حيحسوا اذا نظرتي لهم نظره انه انت زعلانه عليهم لانه وصلوا لهي المرحله من الاساءه للاخرين، او انه انا لا انا بحقد عليكم بكرهكم ما بحبكم لانكم انتم اشخاص سيئين احبطتوني كذا كذا، لا هن بالعكس عكس اوقات الانسان السلبي والمحبط هو محفز لحتى نحن نكون ناجحين اكثر، لحتى نثبت له انه نحن مو مثل ظنك اللي انت بتفكره. نثبت له اذا كان شخص مهم ممكن او قريب بحياتنا، اما اذا كان شخص غريب او ممكن نلتقى فيه مثلا بميدان العمل او قربه بعيده مثل ما بنقول، فقد ايه التجاهل هون مطلوب؟ التجاهل مهم جدا، واذا بدنا ننتقم ننتقم بنجاحنا، يعني هون وقتها مفهوم التجاهل حقيقه الانسان المتوازن خلص بيطنش، يعني مثل قصه الضفدع الاصم يلي هو لما كانوا بسباق الضفادع تجاوز قالوا له انه ما بتقدر تطلع على القمه، بعدين اكتشفوا انه اصم. الفكره نفس الشيء، نحن لما بنصم اذاننا عن الناس المحبطين وبنسمع للناس الايجابيين اللي بيحبونا بجوز او بيشوفوا كمان المحبطين اوقات او الناس السلبيين بجوز بينبهونا على شغلات المحب ما بيشوفها، وعين الرضا عن كل عيب كليله وعين السخط تبدي المساويه، يعني اوقات شيء سوء فيكي مثلا مين بيظهره؟ بيظهره مثلا كلام اللي ما بيحبك مو كلام اللي بيحبك، لانه اللي بيحبك اصلا ما له شايف هذا الشيء يعني. اكيد. طيب دكتوره شفاء، يعني عاده بتبلش هي المشاكل مع الاطفال ويعني الكبير بالسن ممكن التجارب والحياه بتعلمه انه كيف يتجاوز او يتجاهل، وثقته بنفسه للشخص بتساعده انه يتجاوز كثير من المشاكل او الطاقات السلبيه اللي ممكن يتلقاها من الاخرين. تمام. اما الطفل فهي بتاثر كثير بنفسيته، ممكن يكون تاثير
تأثيرها سلبي. ممكن نشوف هذا الشخص اللي تعرض مثلا للتنمر أو للحديث بطريقة غلط، ممكن نشوفه بالكبر ويصبح هو متنمر ردة فعل على اللي صار فيه بالطفولة. إذا إجا لعندك طفل وقال لك أنا مثلا رفيقي بالمدرسة حكى عني أو نبذني أو أو أو، كيف لازم يكون التعامل؟ بقول له اتركه طنشه ولا خد حقك، شو الطريقة؟ بصراحة أنا شفت شخص فاقد تقريبا نصفه السفلي كل مشكلة في الذنب، يعني هي من الولادة بتجي. فهو الفكرة كانت أمه كتير إيجابية، كان لما يعيبوا عليه ويقولوا له شكل الضفدع والسمكة واواوا كان يتقول له إنه أمه أنت إنسان عظيم، أنت مميز بالشي اللي أنت فيه، أنت كذا أنت كذا، تعلم شغلات كتير، ساوي شغلات كتير طبعا، ومثله متايل طبعا. هون دور الأهل كتير مهم بانه نحن نثبت للولد، يعني كثير اولاد بنحس ما بيكون ما في عندهم اي مشكله يعني، لكن المشكله الوحيده انه نظره الاهل الازدرائيه لهم. فاذا انت ازدريت اولادك فلا تعتب على الاخرين لما بيزدرون او يتنمروا عليهم، لا ندعي انه المثاليه لما نحن بنكون انه انا مثلا ابني مثلا بيجي بيقول لي انه تنمروا علي، وانا اصلا يمكن عم بتنمر عليه بالبيت باوقات معينه على شكله او تصرفه او شيء معين. فالفكره الام هي الاساس اكثر من الاب. ليش انا عم اقول الام؟ لانه الام هي اللي الملاصقه للطفل، يعني اللي هي دائما معه، اللي هي دائما لازم تكون الدعم والسند والحب والاحتواء، وحتى انه انت افضل انسان بالعالم، انت انا ظني فيك هيك. مستحيل طفل يخيب ظن اهله وهو ظنه فيه صح. دائما الطفل لما بينحرف اهله اساءوا الظن فيه، فهو بيصير بينحرف في هذا الطريق اللي هن اساءوا الظن فيه. بينما كل ما نحن احسننا الظن، مدحناه بالشغلات الايجابيه اللي موجوده عنده. شو موجود عنده ايجابيات؟ مثلا ذكي اجتماعيا، ذكي عاطفيا، عنده ذكاء مهني وسلوكي وهيك قصص. فنحن بنركز عليهم هدول لحال القصص المعايب يلي ممكن نقول معايب او اختلافات، هي لحالها بتتلاشى وبصير بيركز عليها، هو بصير شخصيته قويه وواثق من حاله، حتى ما بيفوت بنزاعات ومشاكل. يعني في اولاد بيقولوا لامهم انه روحي خانقي فلانه او خانقي ابن الجيران او كذا، لا ما نعلمه انه العدوانيه اتجاه، حتى وقت نحن مثلا يخبط الطاوله او شيء، اضرب الطاوله او اضرب الارض او كذا، لا لازم تتحمل مسؤوليه وتفتح عيونك. هي الفكره، مو انك انت تضرب الطاوله والكذا مشان نضرب العالم مشان نرضيك. الفكره انه نحمله مسؤوليه الاخطاء، لانه ما في خطا، مشان يعرف انه بالحياه كل شيء سبب له نتيجه، كل شيء سبب له نتيجه، مشان يتجاوزها بطريقه افضل ويتطور وينمو، ما يضل بمكانه. دكتوره، لما بنحكي عن انواع التنمر يلي للاسف المجتمعات كافه بتعاني منها على اختلاف حجمها يمكن وانواعها واشكالها، اليوم لما بنحكي عن تنمر من اقرب الناس لنا، ممكن تكون ببيت واحد من اخ من ام من اخت، اوقات ممكن تكون من زوج لزوجته او العكس، كيف بنقدر نتصرف مع هذا النوع بالذات من التنمر؟ لانه نحن يمكن على تواصل يومي مع هدول الاشخاص للاسف، وكلماتهم نحن بنحسها هي الاصدق بتوصيفنا، فنحن كيف بنقدر نتصرف؟ لا مو هي الاصدق، هي ممكن نحس بهذا الشيء. تمام. المشكله انه يمكن اقرب الناس لنا لدائرتنا بالذات لما بيكون بعمر اصغر هو بيصدق، حتى لو كان طفل او مراهق، وهي كثير خطيره هي القصه. التجاهل والتجاهل والتجاهل، اني انا اعرف حالي شو انا لما بعرف حالي اني انا بدي نضج لحتى يكون هذا التجاهل موجود ووعي كثير كبير. ما بدنا شيء، نوقف على المرايه ونمدح حالنا، نمدح حالنا بالشغلات اللي فيها، نمدح شكلنا، نمدح عيوننا، نمدح اخلاقنا، نمدح الشغلات اللي مميزه فينا، نمدح حالنا، نضل نوقف على المرايه ونمدح حالنا. اهلنا يمكن بالغرفه الثانيه عم يتنمروا علينا، نحن بهي الغرفه عم او ممكن مو على الغرفه بتختنا عم نطلع على المرايه ونمدح حالنا، نشكر حالنا، نشكر الاشياء الحلوه الموجوده بحياتنا. الامتنان والشكر لاي شيء نحن عم موجودين فيه هو حيزيد ويفيد، وبالتالي هن اصلا رح يتراجعوا، لانه التنمر هو قابليه للتنمر. يعني هل انا قابل للتنمر؟ لانه لما انا بتاثر، ليش لما بيقولوا لك انه تجاهل الطفل لما بيعمل شيء سيء؟ لانه اذا ركزتي عليه وهو عم يعمل شيء سيء هو رح يزيده. نفس الشيء الاهل او رفقات الشغل او رفقات المدرسه او هيك، فلما بيتنمروا علينا تجاهل وكانه شيء لم يكن، يعني اضربوا بكلامهم عرض الحائط. فلما الانسان بيتعامل معهم بهي الطريقه بيلاقوا اول مره وثاني مره بس استفزه، هو الشيء المتنمر يلي بده اياه من الاخر هو الاستفزاز. لما انت ما بتعطي اي رده فعل نهائيا عن هذا الشخص فهو خلص رحل بسلام، وما حد ابدا ثاني مره، لا ثاني مره ولا ثالث مره، لانه حيصغر.
لانه بوقت من الاوقات هو كثير حيصغر قدام العالم لانه هو عم يتنمر وانت ما عم تردي عليه نهائيا، فهو حتى بحد ذاته لحاله بيصغر، حتى قدام حدا اذا سواها كمان بيصغر بحد ذاته ما عاد يعيدها نهائيا. طيب دكتوره، كمان اوقات بيقولوا لك الشخص اللي كثير بيتسامح او بيطنش الناس بتفكره انه هو ضعيف او ما انه قادر انه هو ياخذ حقه او ما بده يرد، ما بتعتبر انه لا انه انت عم تتجاهل لانه ما بدك تشغل بالك او انت عم بتسامح لحتى انت ترتاح بالاول، بتفكر انه خلص انا ايمت ما كان بحق لي احكي وايمت ما كان بحق لي اني اسيء لهذا الشخص ولو بكلمه مثل ما بيقولوا. تمام. هلا في فكره، اما في شغلتين، اهم شيء انه بوقت الاستفزاز نفسه ذاته لا الانسان يعمل اي رده فعل، بيجي موقف وراح تردي له اياها بتجي كثير قاسيه عليه، لكن بالموقف المناسب والمكان المناسب والزمان المناسب. هذا هي القوة. القوة مو الرد، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك عند نفسه عند الغضب. أنا ملكت نفسي بهي اللحظة، بس ممكن يعني إلي صديقة زميلة كانت بعملي كانت كتير تسألي، فأنا تركتها لموقف مناسب، هذا الموقف دغري بس إجت مثل الصاعقة عليها، بس إجت كأنه كلمة، يعني مثل ما هي كانت عم تتصرف بطريقة مسيئة انا تركت لها، انا بلحظتها يعني الحكمه انه انت بلحظتها انك انت تعملي سلام، ما تعطي اي رده فعل، بس وقت مناسب رح تردي عليها، بس حتكون الرده كثير قويه بموقف معين، تكون مثلا مارقه في حدا معك كذا هيك، يعني تجي يعني مؤلمه بالقدر اللي هي ألمتك فيه، بس بوقت مناسب هي اصلا رح تنصدم. الشيء الثاني كمان التجاهل، نحن ما بنهدر وقتنا وجهدنا وعقلنا وقلبنا، ما بنوسخ قلبنا مع ناس قلبهم ملوث. ليش نحن نوسخ قلبنا؟ فكرة التسامح هي فكرة كثير راقية، مو فكرة ضعف، بالعكس انه العفو عند المقدرة، لما انا بقدر اني انا رد، بقدر لما اني رد يمكن اساءة اكثر معناتها انا فيني رد عليك، بس انا لما ما برد ابدا انا اول شيء ما هدرت وقتي وجهدي بالملاسنة، وشغلة ثانية انا ما وسخت قلبي، لانه دائما لما الانسان بيرد وبياخذ وبيرد في رح يصير نكتة بالقلب، رح يصير انسان يتلوث داخليا، لا ليش نقاء وتسامح وتغافل وتجاهل. ليس الغبي بسيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي. أوقات التغابي قمة الذكاء، أنك أنت تتغابي لهذا الشخص أنه تتجاهلي تتجاوزي، أفضل من أنه تردي وتهدري وقتك ومشاعرك وعواطفك وروحك بشيء غير مجدي. للأسف نشوف دكتورة كثير من الأشخاص المتنمرين مثل ما بنسميهم بيدعوا أنه هن أشخاص صريحين بيقدموا انتقادات بغرض المحبة، وقحين بغرض المحب المحبة. لا ينصح على الملأ، المحب ينصح بينك وبينه. تمام. حتى لما بيكون في هي الخصوصية وبننصح شخص بينه وبينه، قد مهم انتقاء الكلمات المناسبة. تمام. كيف بنقدر نفرق بينه وبين التنمر؟ يعني أنا هلا بحب سلمى، فما بقدر أجي أجرحها بكلمات يمكن هي أنا بعرف إنه هي ممكن تأثر عليها بحجة إنه أنا عم بنصحها. خلينا نركز على هي النقطة، الفرق بين الانتقاد والتنمر. أي شيء بيأتي بحب سنشعر به، يعني الطفل لما انا بقول له بحب انه انت مثلا ليش موسخ حالك، روح غسل ايديك وكذا، غير لما بقول له شو هالقرف شو هالكذا لازم تغسل ايديك، هو رح يلاقيه هون مو حب، هون عم نتنمر عليه، بينما بالمقابل انه انا لاني بحبك حبيبي روح غسل ايديك الحلوين اللي انضافي وبشو قلبي وكذا. كل ما زدنا جمال الكلمات وجمال المشاعر يلي نحن عم نعطيها للاخرين وقت النصيحه، هي على مستوى طفل، حتى على مستوى كل شيء حوالينا لما نحن نتشكر، يعني في ستات كبار بيقولوا انه انا لما بتغسل لي غسالتي بقول لها شكرا لانك غسلتي لي. تخيل على هذا المستوى قد ايه هذا وعي عالي. على فكره لما انا بشكر اي شيء حوالي، تختي، اوضتي، شباكي، بيتي اللي انا ساكن فيه، يعني على مستوى الجمادات كيف على مستوى البشر حنأثر فيهم اكثر، لان 70% مي، فما نحن يعني مخلوقين من ماء، فقد ايه رح ياثر الماء يعني لما نحن بنحكي كلمات ايجابيه حب كثير كبير، قد ايه مثلا هي النصيحه حتكون لها اثر كثير كبير. انا بتذكر بمرحله من المراحل بالمتوسطه كان في رفقاتي كانوا شاغبوا، انا ما كان لي دخل، معني انا كنت شاغبه بس بهي القصه ما كان لي دخل، بس صار في قصه ظلم وكذا، مسكتني انسه لهلا كم الحب والاحتواء والاحتضان يعني اللي كان بهي الموقف
انا ما بنساها لهلا، يعني انا بعد 20 سنه ولساتني انا متذكره هذا كم الحب اللي هي اعطتني اياه بهذا الموقف. هو فعلا بيترك اثر طيب وحلو بالنفس، ممكن ما ننسى. والعكس كمان، يعني بنشوف كثير اطفال مثلا ممكن تغير مسار حياتهم كله بسبب استاذ تماماً. سيء بالتعامل او غير هيك. طيب قد ايه بتشوفي انه التجاوز له علاقه بطبيعه الشخصيه نفسها؟ يعني كل ما كان الشخص متوافق مع نفسه، عرفان يتحكم بمشاعره مثل ما بيقولوا، وكان شخصيه ناجحه، هو قادر على التجاوز والتجاهل. الوعي أهم شيء، الوعي. كل ما زاد الإنسان وعيه، كل ما زاد تجاوزه، كل ما زاد حبه، كل ما زاد معرفته، وكان عنده حكمة بمعرفة أي شيء عم يمر علينا. هو مو عبثي، هو كل شيء عم يعلمنا ويطورنا، لحتى أنه نحن حتى هذا الإنسان السيء اللي مر على حياتنا هو شيء ليخلينا أقوى، ليخلينا أجمل، ليخلينا نسامح. كيف أنا بدي سامح ما مر على حياتي شخص سيء ممكن أزاني أو تصرف معي تصرف سلبي؟ لا، أنا بسامحه وبتجاوزه وبمتلى بالحب، لأنه الحب أقوى المشاعر. بعدين لما بيتجلى الحب بحياتنا كل شيء بالكون رح نقول له كن فيكون، لأنه ما في إنسان محب الحياة وصادق بمحبة الآخرين ومحبة ذاته إلا الكون رح يفتح له كل أبواب، رح يصير عنده استحقاق. لأني أنا محب ومحبوب. الطفل أصلاً من أول ما بيولد بيقول لحاله أنا محب ومحبوب، لهيك بنلاقي حتى الحيوانات الصغيرة لما بتكون ببيتنا أو لما بتكون زرايع جديدة أو كذا، فنحن من قدام نعطيها كم من الحب لحتى تكبر. الطفل ما بيكبر بالأكل والشرب أبداً، وال بيكبر بالكلمات الطيبه، بالحب، بالاحتضان. قد ايه نحن عم نلمسه، قد ايه نحن عم ناثر فيه، قد ايه نحن عم نتفهمه، قد ايه عم نتقبله. التربيه ابدا هي كلها، يعني تخيلي اذا تركتي اي طفل بدون اي حب او رعايه هو رح يتحول لمجرم. يعني انا مره شخص بيشتغل بمكان معين بس لانه قال لحدا عنده يا ابني، انبحت بالارض قال لي، وصار يبكي بشكل هستيري. قال له اول مره حدا بيقول لي يا ابني، هو كانه كان عنده ظروف معينه كثير سيئه. فتخيلي قد ايه هو قلبه بكلمه 180 درجه بس لانه قال له يا ابني. يعني الفكره قد ايه في ناس محتاجين للكلمه الطيبه، والكلمه الطيبه بالعكس بتزيدنا ما بتنقصنا. يعني اذا سلمنا على الناس حوالينا بنعرفهم ولا ما بنعرفهم، اذا حبينا الناس حوالينا ساعدناهم، حدا بطريقنا وصلنا، حدا بطريقنا ساعدنا، ست كبيره لقيناها حامله غراض نساعدها بطريقنا، هذا بالعكس هذا كله رصيد. لانه من كان في حاجه اخي كان الله في حاجته. اي احتياج بتقدمه للاخرين رح يكون، رح تجي الاقدار والاحداث والاشياء تجي نفس الحاجه لك وتلبي لك اياها بدون حتى ما تطلب. تمام. هلا لما بدنا نحكي عن كلمات يمكن تحسننا نحن، كيف بنقدر نحسن حالنا بخطوط رئيسيه بحسب رايك دكتوره من الاشخاص المتنمرين يلي مثل ما قلنا ممكن يكونوا موجودين وبكثره بحياتنا؟ انا بحب حالي كثير، انا بحترم حالي كثير، انا بقدر انه هذا الشخص عنده مرض نفسي، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الانسان بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل إنسان بيعرف إنه هو بجوز عنده مرض نفسي أو عقدة نفسية، هو الإنسان لما بيقعد مع حاله بيعرف هاي الشغلة. فأنا ليش أفوت لا 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 لما أنا بلمس مريض أو رح أمرض مثله، لما أنا بواجهه لا خلص أنا بتركه بسلام، وعن جد بغفر له بسلام وبعتبره عن جد بعتبره كإنسان عنده مرض ولازم ساعده لأنه يتشافى. ما أحقد عليه أو أكرهه، لا أنا أساعده لحتى يتشافى، أدعي له أنه الله يهدي ويصلحه ويحببه فيني ويجعل يجعله تسخير لإلي بمكان عملي مثلا، يجعله تسخير إلي بمكان عيلتي، بالمكان اللي أنا بحبه. يعني ما يكون مصدر إساءة ووجع لأي حدا حواليه. دائما الدعوة بالسلام والحب لهذا الآخر على فكرة بتوصل له، والرحمة نرحم بعض. يعني حتى يعني الإنسان اللي بيسيء هو، لأنه في حديث بيقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لما حدا بيجهل علينا معناته هذا الإنسان جهل، من جهله عمل فينا هيك، تصرف معنا هيك، معناته مو نحن الغلط. يعني بالعكس لازم نعذره الجاهل، لازم نعذره ونحبه ونقدم له عن جد تسامح وغفران حتى نتجاوز هذا الشخص أكيد. بكل أكيد. محبة. أكيد أكيد. بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي عطتينا يا دكتورة شفاء اليوم، وإن شاء الله يكون الكل استفاد منها. يا أهلا وسهلا. شكرا لك دكتورة مرة ثانية.